شيء بدي أعيد كل الناس بالسنة الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة حلوة على العالم العربي كله، وإن شاء الله كل شيء عم بيصير يكون لصالح يعني الشعب العربي. يعني 2013 لما تكون بداية عصر علينا، وإن شاء الله بنضل نحس على طول إنه لقيت فعلا عيد. شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد. شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة عيد ميلاد الفرح زاد. ألبوم جديد تقريبا خلص، بعد عم حط للنصيحة الأخيرة، عندي بعد كم أغنية بدي فوت على الاستوديو سجلهم، بصير حاضر أكيد. كمان رح يتصور منه عدة أغاني على طريقة الفيديو كليب، ورح أتعامل مع مخرجين جدد بعد ما اشتغلت معهم، رح تكون هيك كثير للناس. وحفلاتي رح يكونوا بالمستقبل أكيد، تونس إلى دور كبير بحفلاتي بالسنة، يمكن يكون على فالنتاين، يمكن يكون بتونس، إلى جانب أكيد حفلاتي بالدول العربية، ورح يكون إلي حفلات بالدول الأوروبية كمان أكيد، ولبنان شوي. بتمنى لكل مستمعين هالإذاعة المميزة، أول شيء بدي أعيد كل أسرة الإذاعة وكل المستمعين اللي هلا عم يسمعوني، بعرف انه كانوا راكين هالانترفيو، وانا كمان ناطره كثير انه اجي اشوف الجمهور التونسي، لانه وحشني برشا برشا، وانا بحبكم برشا برشا برشا. انا منه هو كمان مني، ما هو بلديات توبي من توب، وما اصله كان زي حالاتي. انا منه هو كمان مني، ما هو بلديات توبي من توب، وما اصله كان زي حالاتي. طيب قوي قوي، وكمان برضو انا على نياتي، ما هو كتر خير وما فيش غيره بيسعد اوقاتي، دايما يعملني بحني وبيطمن فيا، وشايلني على كفوف الراحة وبيحاكي عليا، ده حبيب الروح بالروح، وكمان شايفة بعناية، مش بس حبيبي ده ابويا واخويا كل حياتي. انا منه وهو كمان مني، ما هو بلديات ما هو بلديات توبي من توب، وما اصله كان زي حالاتي. طيب قوي قوي، وكمان برضه انا على نياتي، ما هو كتر خير وما فيش غيره بيسعد اوقاتي. أكيد بدي حي إذاعة تطاوين وكل القيمين على هالإذاعة المميزة، وبدي حي المستمعين، وإن شاء الله يكونوا استمتعوا بهالانترفيو الصغيرة، بس أنا بوعدهم إنه إن شاء الله بيكون إلي لقاء قريب بتونس، وبيسمعوني بانترفيو كتير طويلة، وبيعرفوا كل أخباري عن قرب. سافر وتغرب وتعالى، أنا روحي معك، انا هفضل عايشه لهوانا وانا بستناك. سافر وتغرب وتعالى، انا روحي معاك، انا هفضل عايشه لهوانا وانا بستناك.